خوتي في بداية الفيديو الطفلة رحاب راحت عند واحد القناة مغربية مشهورة كبيرة بزاف، صراحة نسيت اسمها، ولكن الطفلة رحاب راهي محتاجة المساعدة ومحتاجة المساندة. يكفي فقط انك تكتب في الفيسبوك ولا تكتب في اليوتيوب رحاب الحسيمة، هي بنت شابة مغربية جميلة اخلاق، يعني تربية وطريقة كلام جد رائعة، ونجحت في البكالوريا، محتاجة الى عملية قيمتها 50,000 اورو في فرنسا. يعني نتمنى انكم تروحوا بارطاجوها وتدعموها ولو ب1 اورو ولا 1 اورو بليتو ولا 10 اورو، ان شاء الله ربي يشافيها. المهم احنا رانا نسعى هذا الشيء لوجه الله وسبيل الله، رب ادعوا لنا بالخير وان شاء الله ندعو بشفاء لجميع المرضى المسلمين، والله يرحم جميع الموتى المسلمين. اما بعد، رساله اليوم عند الاخ حسان، حسان من مدينه مراكش، يقول لي اليك هذا الشخص الاجنبي الذي يقوم بتصوير كل المناطق التي يزورها عبر العالم، وكانت عنده زياره للمغرب وقام بتصويرها بطريقه جميله جدا، انا متاكد انها ستعجبك، اتمنى منك ان تقوم برده فعلك على هذا الفيديو. يعني شكرا لك على هذا الفيديو اخي، ورابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس من قناه جاك جيمس ويكندن، يعني هذا اجنبي مصور ولا موثق اجنبي، كي قريت عليه يعني ستوب اللي يدير رحلات ويقوم بتوثيقها ويديرها في اليوتيوب، يعني ماشي يدير اليوتيوب كحرفه ولكن يدير تصوير، يعني الحرفه تاعو هي التصوير والمونتاج، يروح يسافر ويبارطاجي. كانت رحلته الى مراكش ل4 ايام في شتاء، يعني شتاء سنه 2019، وهو يسكن في امريكا في انجلترا في اليوكي. دونك يلا نشوفوا هذا الفيديو، ونتمنى انه يكون شباب، نتمنى انه يكون اوريجينال. اللهم عليكم غير ديروا لايك تبارطاجيو لا فيديو هذه ماكسيمو. الشيء الاجمل هو انك تشوف هذا الفيديو لمراكش، ديجا البدايه جميله، وانت تسمع يعني في اغنيه عايش عايش كوتم و شوف، يعني التصوير رائع من فوق، الالوان المتنوعه صراحة. الحلزون ما شاء الله، يعني هذا طبق مشهور في المغرب، حتى احنا في الغرب الجزائري وكاين يعني يتباع يباع هذو، يعني النحاس هذا كل شيء مصنوع باليد. الله على الأزنقة هذه، يعني أروقة وشوارع ضيقة وكانها القصبة، يعني واو. شوف طريقة يعني الحصان، تصير كل أنواع البرجوازية والبسيطة. شوف هذاك الفايب مع الشمس، صراحة لحد الآن أنا مشاهدين بضعة ثواني فقط من الفيديو، طريقة التصوير راهي تبان بلي بروفيسيونيل، يعني شوف كيفاش يحكم الأزقة وكيفاش يحكم غروب الشمس وطلوع الشمس، يعني الشوارع، طريقة التصوير، كل شيء واو، كل شيء ستارلي، كل شيء بيان واو. شوف الشوارع هذه كلها، يعني جوارين متقابلين مع بعضهم بعض، أزقة فيها يعني كوميرس والتجارة، هادو يخدموا الجلد، يعني نورمالمون من هاد الأماكن يعني يخدموا الملابس والأحذية الجلدية، نورمالمون من هاد الأماكن يعني حسب معلومات. طبيعة الحال هذيك الزوجة تاعو ولا صديقة هذا خونا جيمس، كل الحرف اليدوية تصيبها في الأزقة على حسب معلوماتي اللي كسبتها منكم انتوما، من فضلكم انتوما. شوف الفوانيس اللي هي عندها طابع رمضاني، كي تشوف الفانوس تفكر رمضان، سبحان الله. هاي البلغة المغربية صراحة، عندنا واحد سوفينير من المغرب، والله ما عرفت وين راح، عندنا واحد سوفينير من المغرب يعني جابوا الوالد تاعي، والله ما عرفت وين راح، كان معلق الغاز بصح هكا والله ماني عارف وين راح. المهم هذا الاوتيل ولا الاير بي ان بي، وكيما شفتوا هذاك الاجنبي الامريكي اللي جا مع الزوجة تاعو، يعني قال بلي هذيك البناية قديمة كيما هذه البناية اللي راكم تشاهدوها رجعوها إلى أوتيل، شغل الاستثمار الممتاز، الاستثمار الإيجابي، الفايب والطابع مغربي 100%، الفايونس، لا دار دو سول، شوف الليستر، يعني الليستر مثل الليستر المساجد، البنايات والعمران العثماني هذا على حسب ما أعتقد. بون مانيش نتكلم، انا نقول لكم عثمان نسيك، انا قاري تاريخ نشبهوا لعثمان، نشبهوا لتراث عثمان. صورة هنا، البوابة الجميلة، السوق، هذو الأسواق الآن نشوفوا. السوق كلمة فرض تروحها في في في, في لونكاج تاع لي زيترونجي، يعني في أوروبا ولا في أمريكا. شوف الفوانيس الرائعة، البلغات يعني للرجال والنساء، أحزمة وكل شيء ما هو من الجلد موجود في الأسواق، الجلد ممكن يكون جلد محلي. شو الأضواء تصفى وتشعل،
وهذا اعتقد بانه دخل في المونتاج. شوف الحوليه، الله الله الله، خمسات خمسات والبلغات. شوف قميص الرجاء في الخلفيه، قميص الرجاء راهو في الخلفيه. تحيه قال رجويين. طبيعة الحال الأروقة وكالي توريست بزاف، تصير أصحاب المحلات كلهم يتكلموا اللغات الأجنبية. شوف الألوان تاع الفخار والألوان تاع الأواني، كل شيء نشط. أنا أجمل شيء عجبني هنا في هذه الأروقة يعني الأكل التقليدي والأكل الشعبي. واو 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 واو، شوف الدخاخين هذه كلها مشوى والقليان والتحضيرات. السلامة، لو سلامة بليتو. هذا ممكن يكون مطعم ولا فلوريست، ولا ممكن يطلع مطعم طابعه يعني الأعشاب. شوف يعني تقول راك في باري، ديزاين تاع باري، ولكن لونتوراج سي مراكش. الابتسامة والفرحة بطبيعة الحال أنك تروح من بلد إنجليزي فيه البرد، تجي إلى بلد يعني فيه أسعار رخيصة، فيه يعني الأمن والسلام الحمد لله، وفيه يعني مناطق جميلة جدا والشمس والمناخ الرائع، ماشي حرارة قاسحة وماشي برد قاسح. تسيباكا أروقة وشوارع وثقافة جديدة وشعب مسالم خاصة، يعني كيفاش ما تفرحش؟ تفرح. بزاف ناس جاهلين يعني النعم كلها يتجاهلوها. يعني صح كأحوال حنا عندنا في شمال إفريقيا ماناش عايشين في المستوى هذاك اللي خلينا نسافروا إلى دول العالم مثل هذا المسافرين اللي جو عندنا. هذا جاردان مجوال، ولكن حتى احنا عندنا نعم نتمنوا دوامها، لانه الانسان اللي ما يحمدش ربي على النعم ما دوميوش. دونك الحمد لله وشكر لله، فاشكروني ازيدكم. هذا لو جاردان في الاعشاب بطريقه شوف اوريجينال صراحه، طريقه التصوير بسلو موشن، تصوير ممتاز، ليس بالتصوير المحترف والمونتاج الخرافي، ولكن تصوير جود، نقولوا اكسلون، بس ما كاش اخطاء كبيره في الكادراج هذا الصبار على حسمته. شوف القصر بالسكري حتى هو متواجد في مراكش، يعني مش متواجد فقط في البي اكزوتيكا، او متواجد حتى في شمال افريقيا. ستي فاطمه الباديه هذه على حسمته خير. شوف الجبال موجوده في مراكش سبحان الله. واو واو، طبيعه ممتازه طبيعة. واش خاوتي الكومبينغ اكسيتيرا كاين في الجبال؟ يعني اسكو كومبي نورمال يعني في الجبال كيما هادو اللي شفناهم في الجبال سوفاج، يعني اي واحد قادر يطلع يكومبي؟ ولا عندكم الكومبينغ والتخييم ممنوع في الجبال مثل هادي، ولا كاين دي زوندروا سبيسيال وين ندير كومبينغ؟ شوف الجمال تاع الجبال صراحة. أول حاجة يعني كاين واحد المناطق من جهة الكوسوفو ومن جهة روسيا يعني هكا فيها الجبال، شغل تصيبها هكا خضرا وكاع، بصح جبال داو ما عندنا. هذا الجبال راني نشبهها ابوبري لهذيك الجهات يعني، وحنا في الجزائر حتى حنا عندنا المناخ مشابه لهذا، والاماكن مشابه لهذا الاماكن. شوف الالوان. كل شيء تقليدي هنايا، الدروج بالحجار، الجسر بالالواح، التبريد بالمياه. شوف كل شيء بالتقليدي ويدوي. أو يساعد في السائحات والسائحين. طبيعة الحال ما كاش لو حاب يشمخ ولا يبلل حذائه. صراحة تصوير مقبول، تصوير في هذه المناطق يعني يجي شباب بلوس كليك ليراج ناتشورال. والشي اللي عجبني، شوف الشي اللي عجبني، شوف شوف هنا في وسط الغابة، في وسط يعني الخلا خلاص الغابة كومبليتمون، هاي كاينة كوبيل، راك تشوف لا كوبيل هنا الفوق يعني كوبيل خضراء، يعني هذا الشيء إيجابي ويسهل جام. بس في اي منطقه ممكن لابد على البوبيل تكون كاينه، هاي وين لا بوبيل فوق، بيسك علاش؟ بيسك انا في بعض الاحيان نشعر بالاحراج، يكون عندي كاش ديشي يعني تاع كاش اكل ولا يعني تاع كاش حلوى ولا نديرو في يدي نخليه، بيسك نمشي شحال من متر ما نصيبش بوبيل. وين لابد على كل منطقه يكون فيها بوبيل، يعني في كل مسافه معينه، يعني ما تكونش كاينه مسافه يعني تفوق ما تفوقش ممكن 50 متر ولا 100 متر ما تصيبش بوبيل. هذا شيء غير معقول، لابد على اللي بوبيل يكونوا كاينين خاصه في المدن، يعني المدن راهي تسبب مشاكل كبيره في التلوث العالمي والتلوث تاع الحيوانات. وبارطاجيت غير كيما في الانستغرام تاعي واحد الحيوان يعني كالي البلاستيك حرام. شوف لا كاسكاد
طبيعة الحال المياه اللي تجي من فما تجي حلوة على حسب ما تقلت لي كاسكار. شو الجبال جميلة، الشلالات الرائعة، طريقة التصوير أيضا رائعة من فوق. ما شاء الله ما شاء الله. شو أخوتي كي تشوفوا مثل هذه الفيديوهات صراحة نقول لكم واحد الحاجة، سواء كنت مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا ليبي ولا أي بلد، يعني نقول اللهم احفظ بلادي، اللهم بعد الحساد وبعد عنا خلاق الفتن عن بلادي. يعني هذا شو نطلب منكم، بيسك علاش؟ بيسك حنا عندنا واحد النعمة كبيرة بزاف، ممكن حنا ما نشوفوهاش باسكو عايشين فيها، مأمني باللي أنت كي تكون داخل الدار ولا تكون داخل لافيل اللي تسكن فيها وتشوف هذوك الجبال اللي جايين على لي زالونتور تاع لافيل تاعك وتاع المدينة تاعك، يعني الجبال المحيطة بالمدينة تاعك كي تشوفهم، أنت تبان لك أمور عادية، ولكن لو كان تجيب شخص أجنبي ويشوفهم، يعني دير في بالك بلي راح ينبهر وراح يكون يعني شوكي. بيسك حنا فبار إكزومبل في مدينة مسكير عندنا جبال قيصر. جبال قيصر يعني جبال قديمة بزاف وجبال مشهورة وعندها حكايات خرافات كبيرة، خرافة الكنز وخرافة اللي يطلع على هذيك الجبل يموت، هذو خرافات فقط. ولكن يعني أي إنسان أجنبي يجي لهذاك الجبال ويشوفها بعينه، يعني درت الفلوق صورتها لكم، يعني راح ينبهر. بيسك علاش؟ بيسك جاي جبال في السماء والواد هابط لتحت والطريق السيار يعني جاي صغير تحت الجبال، ومن بعد تزيد تمشي تمشي تصيب البحر مقابلك وتصيب أقدم مسجد في العالم. هذا مثال بسيط فقط، وكل واحد منكم أنا متأكد إذا ما كنتوا عايشين في شمال إفريقيا، كل واحد يعني حتى وإن كان عايش في قلب المدينة قريب على المدينة، ممكن بضعة كيلومترات ممكن بضعة مترات، عندك جبال محيطة وغابات محيطة بمدينتك. المهم الحمد لله على هذه النعمة اللي رانا عايشين فيها، وإن شاء الله ربي يحسن الأوضاع. ما ناش نقولوا رانا عايشين في أوضاع بيرفكت، ولكن الدنيا هذه ما فيهاش دوام الحال، والدنيا هذه ما فيهاش دوام الحال سواء كان إيجابي ولا سلبي، والدنيا هذه مشي دنيا تاع المتاع، يعني دنيا إن شاء الله ربي سبحانه يعطينا على حساب ما نستاهلو، وإن شاء الله ربي سبحانه يحفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. السلام عليكم.